مرحبا واهلا فيكم. اليوم بدنا نحكي عن الاخبار اللي يعني عم توفر لنا معلومات عن وجود توتر بين قوات سوريا الديمقراطيه المدعومه امريكيا في شرق سوريا وقوات النظام في مدينه الحسكه والقامشلي. ولحتى نفهم طبيعه التوتر وطبيعه الصراع لازم نرجع مره ثانيه للواقع، للارض، للخرائط، لنفهم الاطار العام وبنحكي بالتفاصيل. فالاطار العام، لاحظوا هاي الخريطه، هي الخريطه أكثر من مرة أنا نوهت بأنه المساحة الصفراء كلها هي في شرق سوريا هي تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية يلي منقول عليها قوات كردية لأنها بتتبع لحزب كردي انفصالي تابع للبي كي كي، حزب العمال الكردستاني المعروف، وبدعم أمريكي يلي لاحظوا القواعد الأمريكية الموجودة في شرق سوريا يعني هي الأساس، هي اللي بتعطي القوة والوزن لا قوات سوريا الديمقراطية. وقوات سوريا الديمقراطية هي يلي تمتد وبتسيطر على تفاصيل الحياة في تلك المنطقة. نرجع على الخريطة، التواجد النظام الحقيقي هو موجود في مربعين أمنيين، واحد في الحسكة، لاحظوا هذا هو التواجد في هي الأحياء، والآخر في القامشلي، وفقط حتى طرق الإمداد والدخول والخروج لهالمناطق طبعا ما عدا مطار القامشلي، هو حتى المطار لأن يعني السيطرة الجوية هي الولايات المتحدة الأمريكية، هي بإذن من الولايات المتحدة الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية. أبقوا على هالتواجد السوري للنظام في تلك المنطقة. هلأ بالعقل إذا بدنا نقول إذا في أي تغير بده يصير هلأ مرحلي، هل من المعقول أن تسيطر المناطق الحمراء أي الصغيرة على كل هذه المساحة الصفراء مع وجود القواعد الأمريكية بهذا الشكل؟ الجواب قطعا لا. المنطق إذا بده يصير في التوتر والصراع رح يصير باتجاه إنهاء التواجد النقاط الحمراء، يعني نقاط التواجد النظام السوري في المنطقة. طيب هن ليش مخلينهم لهلا هدول القواعد؟ هذا السؤال اللي بيطرح نفسه. هل مناطق موجودة الحقيقة هي كورقة بإيد قسد والولايات المتحدة لتفاوض النظام الحصول على مكاسب في غرب سوريا في مناطق أيضا تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية؟ دائما تقول قوات سوريا الديمقراطية معناتها الأمريكان لهم يد، وهذه المناطق هي المنطقة يلي عين العرب اللي بتقطع سيطرة تركيا بين منطقتين يلي هي درع الفرات ونبع السلام، وأيضا منطقة منبج ومنطقة تل رفعت. النظام مناطق النظام أو النظام ما بال يعني بالتعاون مع القوات الروسية. دائما لازم نفهم روسيا متواجدة في المنطقة لحتى تضبط النظام وخليه تلتزم بالاتفاقات الإقليمية والدولية وتلجم أي مشاغبة ممكن يقوم فيها. فإذا بالتعاون بين هي القوى لسه في طرق إمداد تمتد من شرق إلى غرب سوريا للمناطق المسيطرة عليها قسد. هلأ في إصرار من تركيا على السيطرة على منطقة عين عيسى، أنا حكيت بالتفصيل عن هذا المشروع ممكن تراجعوه لحتى تفهموا أكثر شو عم بيصير بالتسجيل يلي بده يطلع بأعلى الشاشة. هل السيطرة للقوات التركية على عين عيسى يعني قطع الإمداد مع الغرب، أو في الأتراك طرحوا بديل أنه النظام يسيطر على عين عيسى ولكن يقوم بوظيفة الأتراك بقطع الإمداد عن الغرب، وبالتالي يصبح وجود هالورقة اللي هي تواجد النظام بالحسكة والقامشلي بدون أي فائدة؟ يعني في حال تم السيطرة على عين عيسى وقطع الإمداد وترك هالمناطق هي لحتى تسقط بيد الأتراك، يعني بالنسبة لقسد ولا الولايات المتحدة الأمريكية وجود هالمناطق وهالورقة ما عاد لها فائدة، وبالتالي رح يحاولوا أو رح يعني يشتغلوا لحتى يخلصوا من هالتواجد النظام بالمنطقة اللي ما بيقدم وما بيأخر. هلأ شو السيناريو الأسوأ يلي ممكن يصير لا سمح الله بأنه انهاء وجود القوات السورية في هالمنطقتين يصير من خلال حرب أو صراع أو حرب شوارع أو حرب مدن، وهذا الشيء بيهدد سكان المناطق بهالمحافظتين أو بهالمدينتين بالتهجير مرة تانية. هلأ ممكن يصير هذا الموضوع معقول لأن هذا السيناريو يتكرر كتير وبدون أسباب، يعني كنا نحن مخططين إلا أو كانت في تصورنا، خلينا نقول ما كنا متصورين ممكن يتهجروا ملايين السوريين من مناطق جراء صراع بين فصائل بين قوسين معارضة ونظام، ولكن اللي حدث هو حدث فعلا صراع في بعض منهم وتهجير أهلها. ففي إطار هالتغيير الديموغرافي اللي عم بيصير بسوريا اللي ما بنعرف نحن ولا حدا عنده معلومات أكيدة كيف بده ينتهي، ولكن
صار واضح الملامح بأنه هو تقسيم عرقي طائفي على أسس صارت معروفة للكثيرين، ممكن لا سمح الله يتم إنهاء وجود النظام بمحافظة الحسكة والقامشلي من خلال صراع مسلح، وهذا أسوأ سيناريو يلي بنأمل ما يصير، لأن بده يكون نتيجته تهجير كثير من السكان أو قسم من السكان من هالمدينتين إلى المجهول. وإن شاء الله مرة تانية لا سمح الله هذا الموضوع ما بيصير، ولكن مرجح هذا يعني الشيء اللي ممكن أنا أحكيه عن التوتر الموجود في الحسكة والقامشلي، واللي ممكن هالمخطط ما ينفذ اليوم لأن الموضوع يعني هو في الأخذ والرد، صار له فترة أول مرة بيصير هذا التوتر، ممكن هالمرة يوصلوا لاتفاقات يعني مؤقتة، ولكن في النهاية لازم نحن نفكر. ودائما أنا بطرح خليني أقول الوقائع والحقائق، ويعني بقول تصور معين مبني عليها، ولكن كمان بطرح علامة استفهام لحتى أنتم تفكروا معي ونحاول نوصل لرؤية واضحة لما قد يجري في المستقبل. شكرا لاستماعكم وشكرا لدعمكم للقناة بالاشتراك فيها، وإلى اللقاء في تسجيل لاحق.